مقادير الشوربه، الخبز الفينو، عندي مرقه وملح وفلفل وزعتر ولورا، عندي ثوم مشوي، بصل مشوي، عندي كريمه وجبنه تشيدر، وللخبز زي ما قلنا خبز توست او فينو معاه زبده وثوم وملح وفلفل وريحان زي ما عملنا في الوصفه اللي فاتت. اللي عايز يشيل الجبنه من الوصفه ممكن يشيلها، مفيش مشكله. هنا انا سخنت الحله كويس جدا، هحط معلقة زيت هحط معلقة زبدة هنزل الثوم المشوي هنزل البصل المشوي بس انا وانا بايدي كده هفك بس البصلاية زعتر لورا ملح فلفل الريحة خطيرة ريحان مرقه او ميه سخنه، يفضل هنا ميه سخنه او مرقه خضار، مش عايزه مرقه لحمه ولا مرقه فراخ عشان مش عايزه طعم بره طعم الثوم والايه والبصل. هناخد الشوربه دي بقى نضربها كويس قوي قوي، اللي حابب يضيف لها الجبنه هيضيف الجبنه في اخر مرحله مع الكريمه. نحط بقى دلوقتي الكريمة نحط شوية الجبنة نضرب آخر ضربة